السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء وطالباتي العزيزات، مرحبا بكم مجددا. الدرس الثاني، الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية، ما حالتك الاجتماعية زميلي؟ ما حالتك الاجتماعية زميلي؟ أنا عازب أخي. لماذا لم تتزوج إلى الآن يا عزيزي؟ ما زلت في عنفوان الشباب، لكن أخطط أن أتزوج بعد التخرج من الجامعة. كأنك تفضل العزوبة على الزواج، ما السبب في ذلك؟ هذا كلام عار عن الصحة، لكن أخبرني، ما فائدة التبكير في الزواج؟ فيه فوائد متعددة، أخبرني واحدا من تلك الفوائد. ربما أنجب لك أولاد قبل أقرانك وتكون عفيفا عن الفحش. الدرس الثاني، 10 كيلوات وكم إذا قيبت صد هذه حواراتك. موضوع والحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية، حالة بلشو، حالة اجتماعية. ما حالتك الاجتماعية عزيزي؟ ما حالتك الاجتماعية؟ حالة بلشدة اجتماعية محيطها صاحب. أنا عازب، أنا وحانا هاي اسكابولو أخي صاحب كيو. أنا عازب أخي، أنا وحانا هاي اسكابولو حصلاوي. أنا أنيقة عازب إسكابولا أيانا يا أخي ولا الكيو. لماذا لم تتزوج؟ لماذا محيباد لم تتزوج أجر سنين إلى الآن إلا هدا؟ لماذا لم تتزوج محاذا أجر سنين إلى الآن هدا يا عزيزي صاحب كيو؟ وحيري، ما زلت في عنفوان الشباب. ما زلت كمزول في عنفوان الشباب، ضلن يرنمت كيجي في عنفوان الشباب، ضلن يرنمت كيجي كمزول ولي وان يرهي. لكن هسه يا شيخ أخطط وحن قرشين يا أن أتزوج إن أنقرشدو بعد التخرج مركي أن كقل جبيو من الجامعة، جامعة مركي أن كبحو. ما زلت كمزول في عنفوان الشباب، لأن يرنمت كيجي. لكن هسا يشي أخطط وحن قرشيني أن أتزوج إن أنقرشدو بعد التخرج من الجامعة، مركان كقلين جبيو جامعة مركان دميو. وحكو داي كأنك تفضل، وابا أذيق أو كجعل. كأنك تفضل وابا أذيق وكفضل يو كجعل العزوبة إسكابل نمتك على الزواج جورك. كأنك تفضل وابا أذيقو كفضل يو كجعل العزوبة دوب نمتك إسكابل نمتك على الزواج جورك. وحد كفضل يو كجعش هاي إسكابل نمتك. ما السبب في ذلك؟ محيط هاي سببت أرنتا. ما السبب في ذلك؟ أرنكا سببتي سمحوية. وحويري، هذا كلام كان وهذا عار كدر لا عن الصحة حقيقة يرنت عن الصحة. هذا كلام كان وهذا عار كدر لا عن الصحة حقيقة يصحظ. لكن هسا يا شيخ أخبرني إيشك. لكن هسا يا شيخ أخبرني إيشك، ما فائدة التبكير؟ ما هي فائدة كجرت إن لو دقدقو في الزواج جورك حلي هراء لجورسدو. التبكير وحلي هراء، ما فائدة التبكير؟ فائدة كجرت ما هي دقدقة حلي هراء في الزواج جورك. وحاولي فيه فوائد متعددة. فيه وحا كجرة ودقدق جورك حلي هراء أضير لجورسدو.
فوائد متعددة فائدوين متعددة تربضا أيا كجرت أخبرني إيشك واحدا هل مت أو من تلك الفوائد فائدوين كاملة أخبرني إيشك واحدا هل مت أو من تلك الفوائد فائدوين كاملة إيشك وحوير فائدوين كيبو إيشكيا ربما waxaa laga yaabaa in jiba laka in lagu dhalo hadii adigoo yar aad guursato awladun ilmo qabl aqranika dadka kula faca dadka kula daada isku daada atin kor intaan wax loo dhalin adiga in wax lagu dhalo rubama waxaa laga yaabaa in jiba laka in lagu dhalo awladun ilmo qabl aqranika dadka kula daada hortood wa takuna inad ahato afifan mid ka dhowrsoon afifan متك دورسون عن الفحش الزنا يفاحشة فإذا سلي المنوع لجود عليا زنا ذناء أتكد دورسنا نساء هل كاسيو حنوعك عشر كيلابات كمد أها قيبتي صدحات حواراتك أنت أنكو كل مدونة عشر كان عشر ككحجة وحندك جت جيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.